الشمس لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا واللي عنده الكفو محمد اللي عنده الكفو محمد محمد بن سلطان بن مرخان بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلطان كل من اسمه ابو سلطان اليوم هو مكانه الاول هو مكانه الاول صاحبي مرغم صاحبي مرغم يوم نادوه عيال زايد واعتزى يوم نادوه عيال زايد واعتزى الرمز الى مرغم الرمز الى الصحب محمد الى الاسد محمد الى الشهم محمد الى الكفو محمد الصعب الكبير والصعب الصغير عبيد بن مرخان ما بين مباشر ما بين موفق الصراع شديد الصراع مرير على مقدمة هذا الشوط ما بين مباشر ما بين موفق مباشر مباشر لا زال يباشر يباشر يبشر بالناموس بالرمز بالبندقية بالسلامات إلى أهالي العين يا سلام مساء الخير يا أهل الخبيصي الخبيصي تنتظر تنتظر يا سعيد يا بن فلاح يا بن يابر يا لحبابي روح 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 الشريف غادم الشريف الشريف مع موفق الشريف الى اهل المملكه الى اهل العين على العموم بنشوف بنشوف النتيجه بل بالاعاده وبالاعاده الكاس كاس المحليات الخمسمية متر الأخيرة الأمتار الأخيرة ولكن بقيادة الوجبة الوجبة على الصدارة الوجبة على المركز الأول حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يقدم لنا الوجبة ما شاء الله على الصدارة على المركز الأول بو سلطان يتقدم مع الوجبة سلام 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 بو ناصر سلام 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 للأشقاء بدولة قطر سلام إلى ميدان التحدي ميدان الشحانية شكرا حمود بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم الوجبة تهانينا عبر الهواء مباشرة إلى حمد بن غانم بن سلطان الهديفي بفوز الوجبة بكأس المحليات بينما المركز الثاني وصلت فيه ايضا من المركز المركز الاول الى الكاس الى الكاس عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري مع المركز الاول يخطف الكاس في هذا المهرجان الغالي يخطف الناموس الاغلى الاروع الاجمل الله دود افترنون لهذا الشعار مساء الناموس مساء الناموس لمصانع الجنوب مع هذا الفوز الغزلانية تحقق النام بن بيشان قادم ولكن وين وين مدلل وين غادر انطلق مشاهدين الكرام الى الفوز والانتصار بدل مرباعه من شاف البندق يبي السلام لهالميدان حمران اهل الوقن مصانع الجنوب يغادرون بالبندق في شوط المنتجين سلام
سلام سلام يا عبيد بن مبارك بن هلال الحفاري، من يقدم لنا هذا الاسم والانطلاق؟ مشكور يا بالطماطم على هذا الفوز والتاني والناموس الهلال بن مبارك الحفاري الداعم الرسمي لهذا الشعار، تهانينا والناموس لعبيد بن هلال بن مبارك الحفاري وصوله مدلل الى خط النهاية مع الرمزي والذهب ومع الفوز والانتصار. المركز الثاني مرزام محمود بن محمد. بينما هناك عسيلة شعار أحمد بن خليفة بن عبيد الفلاسي، ولكن ما بين من خيرات وشعار بن نصرة، ما بين هالأسماء، ما بين هزر والساعة، ما بين هزر والساعة، وهناك أيضا قادمة لافندر لافندر غزر والساعة، ما بين هالشعارات بوزايد بوزايد ياتي بلافندر، وهناك أيضا شعار سهيل بن خيرات بالدود العامري هزر 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 هزر، الله 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 على هذا الرقص الجميل، ما بين هالاسماء، ما بين هالشعارات، المية متر الاخيره بالنصره بالنصره من الجانب الايمن بالنصره من الجانب الايمن مع الساعه 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 الساعه، تهانينا والناموس يا مالك الساعه على هذا الهوز، مبارك بن محمد بن نصر العامري. وابن دغاش وابن رشدان بن رشدان وابن دغاش انطلق في هذه اللحظات بن رشدان بن رشدان مع مخوف في هذه اللحظات بانطلاقته بحضوره بانطلاقته، ابناء الشحانية ابناء ميدان التحدي حضروا بمخوف انطلقوا بمخوف بانطلاقة كبيرة بمستوى انيق يتحرك راعي مخوف سعيد بن عبيد بن رشدان مع الامتار النهائية مع الفوز بن دغاش بن دغاش، ولكن ولكن مخوف 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 بن دغاش، ولكن مخوف انتزع الناموس انتزع الفوز بشعار سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان. شوف المالكي شوف المالكي ماذا انت فاعل ماذا انت فاعل، محمد بن سلطان بن سعيد المالكي هنا يتقدم مع المشهر مع المشهر واشهر المشهر، وتقدم المشهر قرب مربط المشهر مني، هذا هو المشهر يقدم العروض يقدم الابداع يقدم الامتاع يقدم الفوز الكبير في سن الزمول، ليتقدم المشهر سلام السلطنة سلام سلام المالكي محمد بن سلطان بن سعيد المالكي بونايف بونايف مع اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، ما بين قيادة ما بين بشاير بشاير قيادة يا بابا 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 بابا، ولكن بشاير 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 اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، بشاير يا راعي الشيجة روح روح يا راعي الشيجة روح يا راعي الشيجة مع بشاير بشاير الخير بشاير الخير بشاير النواميس بشاير الإنجازات بشاير البطولات، راعي الشيجة راعي الشيجة مطر بن حمد راعي الشيجة العامري، سلام من الله عليكم يا العوامر، تانينا والناموس لمالك بشاير. المركز الثاني يا سلام يا سلام يا هذه المعركة القوية مغيظة، سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري الرابع شعارك أو الخامس بن مفتاح بن مفتاح قادم هنا مع انطلاقة انتصار راشد بن علي بن مفتاح، ولكن التحديات مع طموح
الله 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 الله. اللحظات الأخيرة بانطلاق الطموح على المركز الأول مع شعارك يا بن قطامي، مع شعارك يؤكد الحضور الممتاز. سلام 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 على هذا الأداء الجميل الذي قدمته طموح مع شعار بن قطامي هنا على الصدارة. مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، سلام سلام على هذا الأداء الذي قدمته طموح بالمركز الأول. المركز الثاني مغيظة. حركوها من حافة، حركوها من حافة وراحت إلى الفوز، راحت إلى الانتصار. ولكن هنا الغادمة الغادمة وصلت مصيحة زايد بن محمد بن زايد المنصوري. راح 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 زايد بن محمد أحد شبابنا المبدعين الغادمين والناشئين لهذه الرياضة. ولكن تهانينا للدعم الرسمي لهذا الشعار أبو زايد محمد بن زايد المنصوري، تهانينا على فوز مصيحة وانتزاع مصيحة لناموس هذا الشوط. تهانينا لزايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، لحظة وصولها إلى خط النهاية حققت الفوز والانتصار مصيحة. وتهانينا لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ابداعاته هنا مع بن مرخان، هنا مع بن مرخان مع الامتار الاخيرة الامتار الخطيرة. هنا يتقدم باسرار في اخر الامتار في ارضية المضمار، هنا باللحظات المثيرة. اذا متابعين الكرام، المركز الثاني نوارة موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى، ثالث النوف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. لكن خلاص، لكن مرقم 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 بالأداء الكبير أسرار محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. تهانينا والناموس، ومشكور يا بدر العويسي، مشكور على أدائك الكبير. المركز الثاني نوارة. اسم تراثي عريق مؤسسي هذا الكيان. هنا مشاهدين الأعزاء لحظات المراسم، مراسم التتويج بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان. واقع هي صاحبة أول كؤوسي هذا الصباح، حمد بن راشد بن غدير الكتبي 12-18 أربع أجزاء من الثانية. هنا أيضا راشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي. يأتي شوط الجعدان المفتوح، حيث ذهب مع الكايد لعاطف بن عطية بن حسن القرشي. تهانينا والناموس للقرشي، وهذا تركي بن سيف العتيبي بو سيف. يرافق أيضا راشد بن حلفان أحد الأسماء أيضا المتابعة لهذه الانطلاقات. وراشد بن حلفان أيضا مضمر الكايد والبندقية. تهانينا والناموس. شوطنا الثالث وأيضا كاس المحليات، حيث ظفر مع سمحة لراشد بن نايل بن راشد بن سيف الشامسي. تهانينا والناموس للشامسي على هذا الفوز وهذا الانتصار الكبير. هنا مشاهدين الأعزاء عتيبة النايلي يتقدم لاستلام هذا الكاس. سيف بن سالم النايلي، تهانينا والناموس. مش غريبة بالفعل، سلام راعي سمحة، سلام على فوز سمحة بهذا الكاس الذي ظفرت به في الفترة الصباحية. أشواط الإنتاج والمنتجين وكاس الإنتاج المفتوح ذهب مع مزنة سلطان بن هضبان بن مبارك العامري، صاحبة التوقيت الأفضل 12 دقيقة 16 ثانية وأيضا خمسة أجزاء من الثانية، هي صاحبة التوقيت الأفضل. تهانينا لابن هضبان على هذا الفوز. مبارك وعبد الله بفوزهم، بفوز مزنة بكأس الإنتاج. صورة تذكارية مع سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد الهيان. يأتي الشوط الخامس، فكان رياض صاحب البندقية
لسعيد بن سالم بن غصنه العامري، وهذا سعيد بن سالم بن غصنه العامري ايضا 12-25 ثمان اجزاء والعصا في الابطان. تهانينا لبن غصنه على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الذي قدم من خلال هذه الانتصارات ومع الانتاج والمنتجين. وكان ايضا الرياض بدون اي اوامر استطاع ان يظهر بهذه البندقية. هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، هذا عامر بن سعيد ود الحرسوسي الوهيبي، ايضا سعيد وحمد ابناء بن غصنه، وهنا ايضا لحظات التتويج، وهذا عامر بن سعيد ود الحرسوسي ايضا في صورة تذكارية مع سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان، ايضا احد الشباب، هذا هو عامر بن سعيد ود الحرسوسي الوهيبي ايضا مضمن رياض. تهانينا ونمو. نبدا برموز هذا المساء حيث فازت المسك بايضا كاس الكؤوس مع محمد بن سيل بن عويضان العامري. تهانينا لابو حمد على هذا الفوز. عبد الله بن هيان من قدم المسك ب 12-16-7 اجزاء من الثانيه. تهانينا لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري على هذا الفوز الذي قدمت المسك في هذا المساء. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شكرا ابو حمد، يوم الامس بندقيه نهاب واليوم الكاسي مع المسك. تهانينا لابو حمد محمد بن سهيل بن عويضان العامري. شوطنا الثاني وبندقية الجعدان ذهبت ايضا مع نسناس موسى بن عبد العزيز الموسى، الشعار الهلالي القادم من المملكة العربية السعودية، من ظفر بهذا الفوز. وهنا ايضا من قدم نسناس في هذا المساء واحد الصفقات الرابحة التي اقيمت في هذا المساء. تهانينا والناموس ايضا مشاركة ابناء ارماح في هذا الفوز والانتصار. شكرا ايضا هناك موسى بن عبد العزيز الموسى على فوز نسناس ب 12-17-3 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز. شكرا ايضا نسناس من حصل على رمز في ايضا هناك مهرجان ولي العهد بالمملكه العربيه السعوديه بالطائف في ايضا رفقه مبارك بن احمد بن مايد الخيلي. هنا سرحان اليحافي ايضا يأتي بصورة تذكارية مع نسناس. هنا شوط المحليات بالضبيان سعادة فري بن علي بن حمودة، والمبروكة لسعادة حميد بن سعيد النيادي. هنا أيضا الكاس سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، وأيضا الحاسم حمد بن حمدون الوهيبي، وأيضا هناك سلطان بن حمد بن حمدون الوهيبي أيضا في استلام الكاس كاسي بالضبيان، صاحبة الإنجازات القوية وصاحبة التحديات المثيرة. هناك أيضا علي بن حمدون الوهيبي في صورة تذكارية مع كأسي بالضبيان. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هنا محمد والأسماء وأيضا الشباب بفرحة عارمة من خلال هذا الفوز. هناك أيضا يأتي تتويج المبروكة لسعادة حميد بن سعيد النيادي صاحبة أيضا كاس في سن الثنايا. هنا صورة تذكارية لأحد الشباب أيضا المميزين. هنا سعادة حميد بن سعيد النيادي مالك المبروكة في انطلاقة المحليات. تهانينا للاتحادي. تهانينا والناموس. هنا سعادة حميد بن سعيد النيادي في حديث ودي مع سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان، وهنا ايضا سعادة فري بن حمودة الظاهري ايضا يستلمون كاس والتحية، يستاهلون التحية. كاس المحليات برفقة بن ضبيان والمبروكة. تهانينا والناموس يسلمهم سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. هنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هذا الكاس 12 دقيقة 16 ثانية 7 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. وهنا المضمرين ايضا عبيد بن غدير مضمر المبروكة، وهنا صورة تذكارية مع سعادة حميد بن سعيد النيادي
وايضا سعاد فري بن حموده والمضمر الحاسم حمد بن حمدون الوهيبي وعبيد بن غدير ايضا بن حمدان الوهيبي مضمر. المبروكه تهانينا والناموس. ويظهر محمد بن علي بن حليس العفاري في الصوره تهانينا والناموس على هذا الفوز. ابو سعيد على فوز ايضا، وهذا ايضا سعيد بن حميد بن سعيد النيادي ومحمد بن حميد النيادي، وايضا صوره تذكاريه جميله من خلال فوز المبروكه. هناك تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز، تهانينا والناموس على هذا الانتصار الجميل الذي قدم من خلال هذا الشوط التاريخي الذي يسجل في ذاكرة تاريخ سباقات الهجن. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هنا مشاهدين الأعزاء أيضا مضمر بن ظبيان حمد بن حمدون الوهيبي ومضمر المبروك غدير بن حمدان الوهيبي في صورة تذكارية مع سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان. شكرا أيضا على فوز بن ظبيان والمبروك بهذا الشوط وبهذه الكؤوس أيضا المميز. الشوط الرابع، عرنين من فاز لخلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي. تهانينا والناموس، سلاماتنا عناوية لأهالي المسعودي بهذه البندقية التي ذهب بها عرنين. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. علي أيضا بن سالم الوهيبي بو محسن من قاد عرنين في عملية التضمير والتدريب، هو أيضا يرفع البندقية، وألف مبروك أيضا من قاد عرنين للفوز والانتصار. تهانينا والناموس. هنا الصور التذكارية بفوز عرنين لخلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز. نبدأ بأشواط الإنتاج والمنتجين. بعد تتويج عرنين تأتي مياسة لعاطف بن عطية القرشي ليهدي أبناء أيضا هناك مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وأبناء الطائف لا ننساهم يا أبو عادل على هذا الفوز والانتصار الذي قدم. هنا سعيد أيضا بن راشد بن حلفان وأبناء بن حلفان أيضا بتتويج كأس مياسة عاطف بن عطية بن حسن القرشي. تهانينا والناموس. تهانينا راشد بن حلفان. تهانينا لكل الكادر المرافق الذي يظهر في هذه الصورة من خلال أيضا فوز شعار أيضا عاطف بن عطية القرشي. هذا راشد بن حلفان بندقية أيضا الكايد وفوز أيضا كاسي مياسة الكايد في الفترة الصباحية. وهنا تركي بن سيف العتيبي أبو سيف يرفعون هذه أيضا الرموز فوزا بشعار عاطف عطية القرشي. شكرا بن حلفان، فرحة عارمة وتوزيع الرموز أيضا ما بين أيضا هذا الطاقم الذي يقود عزبة عاطف بن عطية القرشي. نأتي في الشوط السادس، سادس أشواط هذا المساء، حيث ظهروا أبناء العين يؤكد أيضا هذا الظهور الكبير مع المختبر لمحمد بن الحزمي بن قناص العامري. فأكد بالحزمي فوز المختبر وانتصاره الجميل. هذا محمد الحزمي وأيضا أحمد الحزمي وعمير بالحزمي هنا بفوزهم بهذا المساء. وعلي بن لاحج. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هذه بندقية المختبر. تهانينا والناموس. محمد بالحزمي بن قناص وعمير وأحمد بالحزمي وعلي بن لاحج الحلامي. تهانينا على هذا الفوز والانتصار الذي قدم من خلال هذه الانتصارات. وهناك أيضا بندقية أخرى حصلوا عليها في أيضا الجعدان المهجنات مع شاهين أحمد الحزمي وقناص العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الذي قدم من خلال بالحزمي برمزين في هذه الأمسية الرائعة، أمسية سنة ثنايا وانطلاقاتها المميزة. تهانينا وألف مبروك. سلام بالحزمي سلام على هذا الفوز والانتصار. يأتي الشوط السابع، حيث فاز في الشوط السابع هناك أيضا مع نيران وأصبح الرمزي وثباويا من خلال نيران لحمد بن أو أمس الرمزي وثباويا نيران حمد بن راشد بن سلطان بن عوشة المنصوري سلطان أو راشد بن سلطان بن عوشة المنصوري. وهنا
سلطان بن راشد بن عوشة وأخوانه الكرام في تسليم كأس نيران أحد الأبطال القوية في العام الماضي. ظفرت بكأس وهذه نيران تظفر بهذا الكأس. هنا أيضا راشد أو سلطان بن عوشة المنصوري، هنا راشد وسلطان بن عوشة المنصوري، تهانينا والناموس وسلطان بن راشد بن عوشة على هذا الفوز الذي حقق من خلال هذه الانتصارات الجميلة، والذي حقق بهذا الفوز ولنيران هنا من خلال هذا الفوز والانتصار. هكذا أيها المتابعون جميعا، أيها العشاق محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، الصور التذكارية لأيضا كأس نيران في المهجنات الأصيلة للإنتاج. شكرا سمو الشيخ خليفة بسلطان بن حمدان آل نهيان.